يعني مثل ما احنا عودنا المشاهد الكريم نكون موجودين احنا في اماكن كثيره موجوده. احنا اليوم موجودين مثل ما تفضلت في مجمع الوزارات، هذه الجهه الرئيسيه اللي دائما كثير المواطنين ومقيمين يراجعون هذه الجهه. لكن نتكلم اكثر واكثر عن مشروع انشاء وانجاز وصيانه الموقف الشرقي التابع لمجمع الوزارات، والذي يتسع 4000 سياره، والذي يتكون من 5 ادوار ومساحه 27500 متر مربع. اكثر من هذا الموضوع راح يعطينا اياه وتكلم عنه المهندس عبد الناصر عبد الله، مدير اداره مجمع الوزارات ومدير المشروع. مدير استاذ مهندس محمد، صباحك الله بالخير ويعطيك العافيه وعساكم على القوه هل على هالعمل والجهد الجبار. يعطيك العافيه اخي نجيب. اول شيء انا ودي اشكركم، اشكر تلفزيون الكويت و برنامج صباح الخير على تواجدهم معنا اليوم هني لتبيين مشروع الموقف، مشروع الموقف الشرقي لمجمع الوزارات. هذا الصرح ان شاء الله راح يكون في خدمه المواطنين. اليوم يعني احنا قاعدين نحس في معاناه المراجعين والموظفين في حضور في مراجعتهم حق مجمع الوزارات. هذا المشروع يتكون من ثلاث سراديب وارضي زائد 5 ادوار متكرره. هذا المبنى متكون من ثلاث مباني متصله مع بعض، فيها ايضا يعني ايضا هي مبنيه على 27000 متر مربع. المبنى هذا يحتوي على تكنولوجيا حديثه، احنا حرصنا ان نواكب التكنولوجيا الحديثه في التحكم في دخول سيارات الموظفين والمراجعين، وكذلك ان سهول ان نسهل عليهم في مراجعتهم حق مجمع الوزارات. نعم. مهندس عبد الناصر عبد الله، مدير اداره مجمع الوزارات ومدير هذا المشروع، احنا اول ما جينا قبل 6 اشهر كان هذا المشروع على البنية التحتية، خلينا نقول على الخرسانة الأرضية. الحين ما شاء الله بدأ هذا المشروع يوصل إلى تقريبا الدور الرابع، وباقي له تقريبا دور واحد يكمل هذا المشروع. لكن يعني احنا نشوف الشغلات المميزة اللي فيه، ودنا نتكلم كذلك عن التكنولوجيا الحديثة والذكية اللي في هذا المشروع. احنا حرصنا في مشروعنا هذا في نظام اللي هو التحكم الإلكتروني في الدخول والخروج للسيارات. النظام الجديد اللي عندنا احنا استخدمناه هو ان عندنا كاميرات راح تكون عند على المداخل، وفي كاميرات داخل الموقف. هذه الكاميرا اول ما تدخل انت تسجل على طول، لها قدره ان تسجل رقم السياره، تحفظ رقم السياره، وعندما يكون يعني المراجع يروح يوقف سيارته في مكان في المواقف، الكاميرا الثانيه راح تسجل ايضا رقم السياره مره ثانيه وتحفظها في النظام. انت الكرت اللي راح تسحبه تقدر لو سمح الله انك انت ضيعت مكانك، تستطيع انك تاخذ الكرت هذا وتحطه في المشين، راح تعطيك بالضبط انت وين وقفت سيارتك. وهذه لتسهيل على المراجعين، لان كثير من المراجعين يمكن ينسى وين سيارته وين حاطها ويقعد يلف، فاحنا استخدمنا هاي التكنولوجيا للتسهيل عليهم. ما شلون نتكلم عن طريقه الربط بين مواقف السيارات وبين يعني مجمع الوزارات؟ لابد ان في عندكم ربط بين هذا من المشروع والمشروع الاخر. حرصنا ان يكون اولا في الواجهات اللي هو واجهات المشروع كلها عباره عن ممرات مكيفه على طول الواجهات، سواء من السراديب كلها الى اخر دور. في الواجهات عباره عن ممرات مشاة، هذا المشاة يعني فيها سيور حركه توصلك الى الجسر. عندنا جسر يربط بين مجمع الوزارات وبين الموقف نفسه، هذا ايضا الجسر مكيف وفي سيور ناقلات حركه. ايضا دخلك على طول عندنا مبنى، راح يكون مبنى جديد مبنى زجاجي، راح يكون الجسر مربوط فيه، يدخل على طول المراجع، ما راح يكون بعد اليوم هذا ان شاء الله بعد ما ينتهي المشروع راح يكون المراجع يدخل او الموظف يدخل يحط سيارته ويدخل في الممرات المكيفه الى الجسر. الجسر ايضا مكيف وفي سيور ناقل الحركه الى ان تنزله داخل مجمع الوزارات عن طريق السلالم المتحركه، ينزل على طول في كل اجواء مكيفه ومريحه، ان شاء الله ما راح يعانون بعد اليوم ان شاء الله. لو نتكلم عن نسبه الانجاز في هذا المشروع، احنا ما شاء الله نشوف المشروع ما شاء الله يعني بدا يمكن الان يشارف على الدور الرابع والخامس تقريبا. احنا وصلنا اذا يعني وصلنا الى 40%.
تقريبا، يعني وصلنا 40% من الانجاز. احنا حاليا وصلنا الى الدور الرابع في المبنى رقم 3، وباقي لنا دور واحد ونخلص باذن الله تعالى الادوار اللي هي في مكان ثاني. ايضا ان احنا حاليا يعني نمشي بالموازاه مع الـ مع الـ مع الـ مع الـ مع قاعد يعني نشتغل في بناء الهيكل الاسود، ايضا في نفس الموازاه في اعمال الداخليه تحت بدت اللي هي الاسباق، وكذلك نعمل اللي هو التمديدات الكهربائيه والتكييف وكل الان بدينا فيه جار يعني. نعم، لابد ان يعني عندكم خطه عملتوها حق مثل خلينا نقول ذوي الاحتياجات الخاصه، وهذول مهمين جدا، لهم باركنج، لهم مواقف، كذلك عندكم 6 مواقف موجوده في المستقبل لو تكون السيارات على سياره تستعمل او بطريقه الكهرباء. نعم، بالنسبه حق المراجعين اللي او ذوات يعني المراجعين او الموظفين ذوات الاحتياج الخاصه، ايضا مهيئين لهم مواقف باذن الله تعالى وسهله، بحيث انه يدخلون على طول على الممرات المشاه المكيفه. كذا بالنسبه احنا يعني الشركه اللي راح تنفذ نظام التحكم الالي اعطتنا يعني مشكوره 6 مواقف كهربائيه اللي هي راح تكون شحن حق السيارات الكهربائيه، اللي مش احنا متوقعين ان مستقبلا راح يكون في سيارات تعمل بالكهرباء، فاحنا باذن الله تعالى ايضا وفرنا لهم في 6 مواقف. لو نتكلم عن هذا المبنى صديق للبيئه. نعم، ايضا كذلك حرصنا ان المشروع يحتوي على تهويه ذاتيه، كذلك عندنا الساحات الخضراء، يعني احنا حرصنا ان يكون في ساحات كثيره، مو بس عباره عن هيكل خرسان، لا ايضا في ساحات زراعه خضراء موجوده، بالاضافه ان 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 مشروعنا راح يوفر تقريبا 0.5 ميجا كهرباء من بواسطه الالواح الشمسيه اللي هي راح تكون على سطح المبنى، اللي هي نستخدمها بنفس الوقت، راح نستخدمها عباره عن مظلات وبنفس الوقت تعطينا كهرباء. نعم، كمهندس بعد ما احنا نشوف ما شاء الله المراجعين والموظفين انهم يسقطون سياراتهم بعيد، ووفرت لهم باصات توصلهم الى داخل المبنى، لكن ان شاء الله خلينا نقول يعني متى ان شاء الله يكون هذا المبنى جاهز خالص، اي المراجع والموظف يسقط سيارته من المبنى ويدخل مجمع الوزارات وهو مرتاح ما يفكر في التعب هذا كله؟ ان شاء الله باذن الله تعالى، الله سبحانه والله يوفقنا ان شاء الله بكل تعاون مع وجهود الكل القائمين على هذا المشروع، ان شاء الله في اكتوبر 2019 ان شاء الله يكون انهينا هذا المشروع. 2019 ان شاء الله باذن الله تعالى، ان شاء الله في 2019 اكتوبر 2019 نكون ان شاء الله انهينا المشروع باذن الله تعالى. يعطيك العافيه المهندس عبد الناصر عبد الله، مدير اداره مجمع الوزارات ومدير المشروع، عساكم على القوه، ان شاء الله راح يكون هذا المشروع خالص ان شاء الله في اكتوبر 2019، ويعني جهود جباره لكم، يعطيكم العافيه، راح نكون معكم كذلك يعني كل بين فتره راح نمر عليكم ان شاء الله. يعطيك العافيه والله، ومشكورين على جيتكم هذه، وانا صراحه احيي فيك اخي ابو نواف على انك حرصك، انت اللي قاعد تحرص انك انت تكلمنا، واحنا ما كلمنا لك، انت قاعد تكلمنا وقاعد، وهذا يعني يشكر لك انك راح تبين امور كثيره خافيه على المواطنين. مشاهدينا الكرام، كنا معكم في هذا النقل الحي المباشر من امام مجمع الوزارات والموقف الشرقي لمجمع هذا مجمع الوزارات.